انا عارف انا العزاز ابو حسن العزيز. شنو اليوم السفره؟ الذهب عم اليوم سفره بيت رشقه طبقوا على صفحه. اليوم واحد عراق قشته بالبار مبيت 6 ايام. التجهيزات جاهزه وان شاء الله منطلقين، انتظرونا نوافيكم بالقادم. الطباخ الطباخ ناصر اليوم لوك جاهم طعمه بالدهن الحر. طيب جاهز ها صياده عباس العزيز. هلا بيكم واهلا بالخطار، عندنا من اهل الصويره نرحب بيهم. يا اهلا وسهلا الغالي. متابعين ابو عطيه ايش فيهم؟ عمي انت متابعين ابو عطيه نايمين؟ زلمه هذا منهوب منتهي عنده مولد هسه. لا تحطون له لايك، لا بلور، لا ايش اسمه سووا له بلور شيء لايك. شنو ابو حسن الغالي؟ شنو اليوم الغالي؟ درع الجزيره. اليوم راح ندق القطع. ندق هذا هاي جد النسان درع الجزيره. اهلا وسهلا. تبزر بزر اقول لك شنو تبزر بزر تركب القطر كوب اقول لك شنو ابو فلاح؟ شنو الاخبار؟ وعلي مشتاقيكم المتابعين. بيت رشقة طبقون على صفحة اليوم؟ خي عزلون بعد لا يطلعون كاشتاق. شنو هالنسان؟ شنو هالنسان؟ اكبر ها؟ الحكي نوصل غادي وهو يسد الحكي. من وحده؟ هذا ايش كله؟ ايش كله؟ اللاقة شو قلت ابو شعر خي طبقون صفحة. اخوي بعد بعدنا نص الطريق باع. نص الطريق بنشرت معزل علينا القعده. في ما بعد مخابرك، في ما بعد مخابرك. ايه في ما بعد. وقربة السفر تعال تعال يا صورك صور بينا. قربة السفر لا اطلع منها لان طالع من هالغراب. با الطير بنكار راح يسوي لي ورانا. انا في غضب يا مان. هذا الطباخ خرب الشغل. يا ري عطلت عطلنا ذبينا نص الغراض هنا وراح ايش ما تشوفون ابو حسن ابو حسن شنو سولف لنا الموقف الصعب؟ هو الموقف شو اسولف لك؟ ايه صعدنا الشارع بنشرنا، ايه؟ حولنا قعدنا راح سوى البنشر، رد علينا حملنا عظمه مشينا على 5 كيلو واسف بنشر بس اسولف بالضيف 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 انا ما اقدر. يلا عمو يلا وياهم. اليوم صارت بينا نكته والله مرتين بدلنا تشوف ونعبر السيده سبحان الله ونبنش نفتح ظل بصير هاي الفطيح الفطيح هسه اسوي لكم بار. والله هذا خشب خليه يولد هذا. لا 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 ابوي هذا 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 شوف حط البطل. قد تريدهم يصعدون الفيديو؟ ها؟ قد تريدهم يصعدون؟ والله ان شاء الله بلكت 10 10 كي 10 كي 5 كي نعم الله. هاي السطر قاعد علي مطبخ علي. تابعونا رجاء تابعونا ترى مقصوصه قلوبتنا. لم عبد لم عبد دوه لم عبد تعرفه خلاص الا طحين ابو علي. عم هذا الخطار اقول لك حسن شو تخليه يشتغل. اهلا وسهلا بالمتابعين. وين هنا فوقنا 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 اي اي دب 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 علي قاز قاز هذا قاز قاز شنو قاز؟ ما وصله كاف ذاك 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 اقول لك حسن هذا الخطار بالصور شو تخليه يشتغل؟ هو هذا يحب البار هو هذا مطرب على البار. شنو اجوائك ابو جاسم؟ الله يسلمك والله اجواء ريفيه. هاي مرقات مرقات هاي هيك من القناة عطلانه كله فوت. روح روح جيب السياره والدبه مال غاز. روح راح جيبها راح جيبها 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 بسرعه. جيب لنا حاجه راح اسوي روح لازم على النار بدنا هذا النشان مال قراتبه هو شنو كان قال خرزيش الحدود العراقيه الايرانيه في محافظة ميسان قضاء علي الغربي قراتب. اي ابو حسن تعال وياك تعال اقول لك ابو حسن هذا النشان يقول بيك بورة ابو حسن. هاي القراتب يسمونها نشان قراتب. خلي شوي اشرح لكم علي. إيه؟ هذا كان على مر العصور طبعا هاي كانت قريه يعني بها ناس عايشه وقريه طبيعيه
بس الله سبحانه وتعالى ذول اهل القريه كان عندهم نوع من الظلم او الفساد مثلا إيه؟ ما ادري والله سبحانه وتعالى قلب هاي القريه بيهم سموها قريه تبه هسه هاي كل شيء تلقى بيها ذا زين هاي ليش الدوله ما تخليك تحفر؟ مو انا اقول لك هاي تعتبر اثار اثار ملكيه هاي ملكيه عامه مو ملكيه خاصه ملكيه عامه زين سال قاعد عليها كلها مكروبه يا بابا كلها مكروبه وهاي بس هذا التله باقي بس هاي التله هسه هذا تخبر لي ايش تلقى؟ ايه انواع واشكال الكنوز كنوز تلقى انواع واشكال ابو سا تعال هنا شنو هاي بحث؟ شوف هذا الحجر الخام شوف هذا نيزك؟ هذا شوف هذا مثل النيزك هذا جاي يصنعون منه هذا رباني هذا يعني عنصر من عناصر الطبيعة هذا جاي يسوون منه مصنع لمن؟ محجارة محجارة مال رجليه نيزك هذا الله وكيلك نيزك ايه ايه هذا شنو ابو حسن؟ هذا كله حجر قديم اسوء اخضر شنو؟ طابوق هذا طابوق هذا كله كان يستخدم بالبناء وينه؟ هذا من اهل السماء يسوونه داخل رمل مالك مرمل اقول لك هاي سبه شنو؟ هاي سبه جديده سوين قبل عندنا شيشه تفكير سبه جديده هناك هناك المقبره شي كبيره سمول انه مقبره سمول انه مقبره سمول اوه يا الله الله وين المقبره تعال 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 ابو قبر تعال 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 صور شوف هاك ابو حسن شوف هذا الفخار تعال شوف هذا الفخار شوفه هذا الفخار ايه هذا شوفه هذا اللي يسوون من عده الحب والجربه والماي الحب والجربه مال ماي هذا الفخار هسه هاي تقريبا هاي عمرها الفخار 4000 سنه وشوف بعد والله هذا الفخار شوفه ها شوف هذا كله فخار شوفه هذا الدليل القاطع على انه هاي كانت قريه فيما سبق مسكون بابا هذا الفخار مكسر هذا كله فخار كله فخار دقيقة من هاتها القريب اها انا السيب واه تعال صور له هاي الحجر هاي الحجرة لونها اخضر شوفوها اذا تبين بالتصوير ترابح لونها اخضر هسه هاي طبعا هذا من تمطر الدنيا شنو ابو حسين فسانة انا غطتها مغل هاي خنفسانة انها خنفسانة كذا انها هاي جحور شنو مالتي خنفسانة صعدي تصعدي غير تصعد تصعد براحتك. تعصور لنا. هاي الخلفسانة. عفوا وين قبور والله؟ قطعة تسوي قطعة. تشيلي بيشين؟ شوي شوي. اقطع صور. سلسلة. شنو ابو حسن؟ شنو ابو حسن؟ طبعا ابو غضب شو سوى انا قلت جاي اقرا الفاتحه ليش اقرا الفاتحه قال لي لان هذا قبر شو يسوون قبل ماكم يعني كاشي ويكتبون عليه اسمه هاي قبل اللي توفى خذت لهم فتره هنا هاي السكان اللي يسكنون هنا اللي توفى يجون يدفنون هنا بليشان يقول له يابا وين اخذ دفنه قال له اخذه بليشان ليشان يعني التله العاليه التله المرتفعه يجيب هنا يدفنه صفرت له عليه صرابيخ هاي الصرابيخ صفرته عليه على مود يصير دليل على القبر هذا قبر وهذا قبر هذا قبر عندك هنا هاي هواي قبور قلت له لاجل الله خطرنا عمال الصويره اهلا وسهلا بيك من كثر ممشاك والله احنا عم مرتاحين بنقعد وياك الله الله ما غرهاك صار صدره بويا حيا الله الطباخ ناصر والشيف حسن شوف حيا الله الطباخ ناصر شو ناصر تجي؟ تمر مندي
شو تجهيزاتك اليوم؟ المندي ان شاء الله اليوم. مساعد الطباخ. اهلا وسهلا بالضيوف الكرام، عمي حياكم الله وبخدمتكم. ايه. اليوم للصبح. حفلة. اليوم مبيت حفلة، حفلة الكوت. للصبح صبح. شعار خليه يطبون صفح. صبح صبح. مو سياراتهم. اقول لك شنو هالدجاجات؟ جيب لنا. ما لك علاقة. دجاج؟ لا، جيب لنا تلقى مال ملح. مملح. لك تفرغ مليح تجيب مليح. هذا شكله عوفه. مملحه بصفه. هاي صفه اي هاي. ما اشوف شكل شو يصير. نبتي يا إسواني فتح فتح موسى فرحة الدلة اليوم شافت قمقمي. لا تطقنا شعر شعر راس شعر شعر لا 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 شعر شعر على الطبخ. يلا شعر خلينا ناوبك أبو حسن. يقول بينار ايه يعني واقف على التنور. بينار بينار زبد ويموع خد الترف. بينار بينار وعسى بيت العريضة تشب. بينار بينار شماله وما تظل منهم بجية. الله رد علي ابو حسن رد. يلا تعتعنا من النار من النار من النار. وين هالنار عمو وينها؟ وين هالنار ابوي؟ على نار القلب خدرت شاياك وصديقك لو يحبك صديق. شاياك. طيب دفع شاي الجماعة وعاف. شاياك. قلت أنا وصحت شاياك. شاياك عليه عليها. اليوم كله تتبيل. بالدهن الحار. يلا اقطع اقطع. بس هاي 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 ماكو منقاس ما جبتوا منقاس. اقول لك اول مره اشوف طباخ بيده طوبه. شنو طباخ مهور هذا؟ ما يطوبه ما يطوبه. عمي بيت الشيخ يطبون على صفحه. ايه حسن لا ديش فوق الباق ولا عم هاي داياتنا عندنا وشو هنا ديش مال الباق تروح الدورة على ديشكم بيت رشيق. ها بيت رشيق اللي فيه تقف ديشكم ديش بوغن باك. شنو السالفه؟ صديق كذي قاعد ديوش عمي خابره. يعني خابرنا نجاح خابرنا خابرني. وين شو يقول لك؟ خابره اطنيه شاي هذا ترسته ترس لدانه. انا شوف قل له ما نتعشى اذا ما تجي واسوي. لا لا هو يجي. اها هذا الطباخ الشيف ناصر احد طباخ قوات الحج الشعبي. ابرز الطباخين ابرز الطباخين عمي. هاي طريقه بدون دهن سوا. اه مو ناسين دهن إيه. بس هو بدون دهن. اشرح خطارنا اليوم. الله يسلمك رحمه الله. ابو جاسم سيد موسى شرفتونا. اهل الكوت. اهلا وسهلا عمي. اهلا ليش عندنا اهل الكوت هذه؟ عمي بخدمتهم اهل الكوت. ايي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 ي
شتى عاد والله ما ادري اقول لك هاي عندك صفحتي كوت كوتاويه الله يسعدك شلونك عبا شنو ابو خضير والله تشوف سيارات نسبه الشرط ترجع الفوار فيها طرقه بس الجدول شعود اريد اروح الزرباطي الزرباطي الدلال الدلال ابو حسين الدلال اخوي مصفطه اقول لك شلون الواد محربه تساري الزلم محربه بابا تعال عفو تساري عفو العدم اخ اخ هجموا هذول هجموا اللي يتوكل على الله مولي هاي مالتك فيها طلقه مولي ما بابي ارجع اقعد بابا حط لايك اقعد حبيبي حط لايك لايك واشتراك رجاءا ساعدوه فوق دب مع استريحه وبعد استريحه حط لايك اقعد يلا عوف اللايك عوف بكيس صدير الصلصه خوش بيده هني جيد الهدير خاف وحامضه اي حامضه يلا تعال ما كله حطه حط لها دم سرمان ذاتري هو تم كل شيء يصير علي شنو سيد شنو الوضع؟ وضعته غير هسه ذافاتك اختية منه ذافاتك اختية اقعد فقرها اسود من عابد من الشاعر الكبير الشاعر الكبير ابو حسن سيد علي الحبيب طبعا احنا اليوم بهاي الاجواء وهاي اللمة الجميلة احنا مسعودين مسعودين ما شاء الله مرة جه هنا على حتى اهلك خلاص
لك بس بس وقف بس قلت ديش فوق الباق لا وكلا احكي يلا كان فانا يصبح خاب الديش صبح بحد يغتنا يا وعي اليوم طش من مندي طش 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 تمن الله وكيلك ابو العود بدون دهن بدون دهن خالي من جميع الاثمنه درجه اولى هو من الله بيده جميع الاثمنه خالي معدل اليوم بيت ابو شعر يطبقون صفح بيت ابو سيارات بيت رشك بيت رشك بيت مشك بيت ابو شعر بدرياهم يطبقون صفح بعد عباس مو مال هسه هذا والله مو هسه هذا اريد يشبع به شنو يشبع به تفور فوق ما لك علاقة شو تصير هذا ضعوفه مو هسه والله مو هسه راح يحترق ويروح ما استفاد منه بس الدجاج جدا شوية الولد ما واصل لا خب وصل طلع ويوم امس بيني خبر اسعد بالضوح لو ضوح ميت ضونا ضونا هنا ضونا انا ما اشوف اصب هواي ويت كاميرا ويت هاك هاك ها جيبه جيبه يلا ها شنو هاي؟ ضيم حسون هاي القهوة؟ اي ضيم هاي. هاي شكليتية. شنو ما حصل؟ النوم ما راح اصور دقايق. بعد ايدي. تورث من كل متابع ويانا وكل عزيز. على قولت ابو عطية حبايب. يا ابو وجهه. حبايب قلبي. شكليتية من هاي ابو وجهه. حبايب قلبي شكليتية تدوخ والله. اليوم غادي قال له هسه راح اجيك اسويها. والنوب ثاني نص ساعة ما ادري كيف ظل يدق علي ما يجاوب. طلق موبايل النوب. نياط نياط انا الي الي هاي شلوتني. لا لا انا حكيت راحت من السوا شلون تقلع عوف عفنا عفنا ولك ولك عوف انا لا 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 انا اسوي هذا انه هاي نار هاي قوي هذا نخلي خاصه حتى بجد ما تمنه بس هذه يعطينا ذوقك بالدجاج هذا فود لعيون المتابعين لعيون المتابعين تمن شو مريحتك ذايب ذايب بس تعال عتم تعال وين حزن تعال كيش 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 تعال التراب حار شوي شوي طلع شوي سده 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 يا وجه ارجع بقى وصعد من قبل شو هذا التمن بس عاوز شوي ملح حيل 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 بنت وخر 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 ابو عم عمي حي الله المعازيب حي الله المعازيب حي الله سيد عزيز صبحه بالسوق لا يخاف النسوار فاسد طلعوا برا ناصر هذا هذا هاي الدار من ببالك وخر من ببالك لا تعال ايه الدار مصوره صار الدارمي يقول شا عجبه تكرم ضيف وجي وقف قال ايه عزمنا واحنا الدين واصل للعقاب صح لسانك مندي معاكم طباخ ناصر ناصر الساعدي ناصر المقرا واللي عنده هو ناصر والله قول ترك على 2000 دينار انا متعارك يا عمي هو ما يجي ماك تفاح البرتقال لا لا كله لا وقف 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 والله خليه خليه يحط المندي المندي مال النجف هذا شو نسميه مال المندي مندي النجف هذا مندي النجف عمي ام العراوي عمر ام العراوي انا مو تدرس ايش بس هاي هذا انت مالك شغل هاي لا لا كان زين بهن صينية هاي أربعة ساعات الجزيرة اشتغل علينا باباي دلتك بشيكات باختبار خرب الديوان كله والله بابا شافي 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 صورة لغة تعال هذا عليك صيفي هذا علي من جاي علك الجاي علي الجاي يا شتوان لا لا
يلا ضرب لقطه لقطه من فوق وقطع خليهم يصفون اللي قعدوا قعدوا ما قام شغل بي تعالوا الفروخ اخر تعالوا قعدوا هنا تعالوا يم هنا والفريخات تعالوا هاي كلكم هنا تعالوا تعالوا ولا الحمد لله شكرا لله ولا اله الا الله ثواب وجه الله رسول الله وامير المؤمنين والحسن والحسين الطناعش معصومين وموتانا وموتاكم اجمعين والشهداء اجمعين وبالخصوص فاطمه الزهراء عليه السلام اللهم بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الفاتحه رحم الله والديك صلاه الذين احسنت يلا اكتب بعدك لو 40 والله حرام اذا قرعد احسنت وين اقول لك هذا حسبت منها ال 20 وانت صلاه ركعتين لا والله هاي الصلاه طقتها بساعه مو وياك عشناها من الجمر وين ابو غضب الا فول اليوم عيوني تكون حلوه لا هي حلوه ما يعرف هذا ما يعرف القهوه شنو جاي فالك انت تعرف جاي مثل قهوه عباس رحمه ابوه الله وكيلك ضيم 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 صحنك بايام الشدايد انت المدني والنعم والنعم يقول الف قايم والف قاعد والف مليون تعزب بي ها سامع صيتك سامع صيته شال وحط هنا سامع صيته قفو ترى المقوار عص الزور بس الفخر لزلامه هنا طقته على الهامه الله هنا طقته على الهامه ولو ان الكبر جاب علوم شاشده والبرقه على النعامه اها ولو ان الكبر جاب علوم شاشد والبرقع على النعامة احنا نتمايل بالعيمان تماشوا يا احنا نتمايل بالعيمان تماشوا يا ما يكون مو يمنعك يمنع ويظل ليله يتقلب لو بشر غفار كتله ولا تقل له بخجد وياك لو شاجور مفرغ بيه وانا من جدة لو شاجور مفرغ بيه وانا من جدة لو شاجور مفرغ بيه وانا من جدة لا لا يا ناصر الناصر عمي ايه. ناصر يستاهل طبخنا اليوم التبولة من اسمه تبيلة المندي ولك هذا يملك خرب ولا اللي قاعدة يقول هنا هنا عرج السواحل صعب من ينجاب كفو هنا هنا عرج السواحل صعب من ينجاب فصو من تشم طايح بكف رغاب فصو من تشم طايح بكف رغاب اليماني اليماني ولا رهم ويدير تلهبها موهبها بانت مكهرب موهبها بانت مكهرب موهبها بانت مكهرب موهبها بانت مكهرب موهبها بانت مكهرب